اليوم اللقاء عن الكلاود كومبيوتينج كثير سمعنا عنه بكثره بالمجتمع الكلية على الانترنت كنا نشوفه بس ما شفنا عم نقرب عنه. اليوم حنتعرف عليه مع ناس من دي حضرنا السلامة. بداية نتعرفكم على حالي، محمد انس المهدي، هندسة معلوماتية سنة ثانية. طب اليوم حنحكي عن ما يسمى بالكلاود كومبيوتينج أو بالعربية الحوسبة السحابية أو التحسيب السحابي. طيب لنفرض انك انت جيت فتحت ملف برنامج الوورد وبلشت تكتب مستند نص ان كان محاضره او اي شيء ثاني، بلشت كتابه بس لحتى خلصت كنترول اس حفظت هالملف على مسطح المكتب. جيت انت شكيت الفلاشه نسخت الملف ورحت لمكان الشغل تمام، جيت انت عم تورجي هذا الملف تبعك او شغلك لمدير الشغل، حطيت الفلاشه وبرز نسيان الملف. شو بتساوي بالحالة؟ إيش اقترح علينا أحد أصدقائنا إنه طب ليش ما أنا بالبيت بس لحتى أخلص هالملف، بس لحتى أخلص منه أرفعه على هالغيمة اللي هي الإنترنت، وبس لحتى أروح لمكان العمل حمل الملف وكمل شغل. حلوة الفكرة، جينا طبقناها. اليوم اللي بعده بس لحتى خلصت شغل رفعت هالملف، وبس لحتى وصلت على هالشغل حملت الملف والأمور كلها ما في أحلى منها. كبس كبستين وإذ بيطلع في خطأ. شو الخطأ؟ تاريخ إصدار الأوفيس اللي عندك غير إصدار الأوفيس اللي بالبيت. يلا حمي حالك ورجع على البيت عشان تجيب الإصدار المناسب ورجع. طب هلا الفكرة الجديدة عنا إنه ليش ما أنا أرفع هذا الأبليكيشن اللي هو الأوفيس على هالإنترنت وبصير فيني منين ما كان بقدر أستخدمه. هي الكلاود كومبيوتينج ببساطة، يعني هيك كتعريف بسيط. مثل المثال عنا انه الجوجل دوكس، فانا من البيت بفتح الجوجل دوكس وببلش كتابه وبس لحتى اخلص بحفظ هالملف على الانترنت، ومن اي مكان بالعالم بقدر باي لحظه جيب الملف وكمل شغلي ومن دون اي مشاكل. هلا رح نحكي بقى بتفاصيل اكثر. رح نحكي اول شيء شو هي الكلاود كومبيوتينج، بعدين عن خمس عناصر أساسية حتى تصير عندي حتى إذا بنفذ أنا الكلاود كومبيوتينج، لأن شو بيلزمني أمي. بعدين رح نحكي عن مزايا الكلاود كومبيوتينج وعن أنواع الخدمات اللي بتقدم لي إياها الكلاود كومبيوتينج أو الحوسبة السحابية. بعدين عن أنواع الكلاود اللي بنشوفها. طيب هلا كمان رح نحكي عن بعض الأمثلة اللي بتطبقها عملي عن هالكلاود، نشوف شو فيه تطبيقات موجودة، وآخر شيء نحكي عن شوية أمور مثل قصص الخصوصية، موضوع الأوبن سورس وموضوع الأمان. رح نشوف بقى شوية إحصائيات أمنية بالأرقام عشان يترى شو الكلاود كومبيوتينج، شو مستواه، شو وضعه، ورح نحكي شوي بقى عن مستقبل هالكلاود كومبيوتينج. هلا اول شيء شو هي الكلاود كومبيوتينج؟ هلا في كثير تعاريف هيك متنوعه، يعني اكثر من يعني مرات كثير مطوله وكذا وكذا، فنحن رح نختصرها هيك ببساطه. هي عباره عن مجموعه الاجهزه اللي متصله مع بعضها على الانترنت مشان تسهل لي وصولي للملفات تبعي الموجوده على الانترنت او لمعالجه اللي بدي اعالجه على الانترنت او لحتى استخدم تطبيقات معينة على الانترنت. الكلاود كومبيوتينج فيه وصله من اي ديفايس، اي جهاز بدي اياه، ان كان لابتوب او كمبيوتر عادي او موبايل او ايفون او اي شيء، ان كان من سيرفر فيه نحط فيه قواعد بيانات، فيه نستخدم من الموبايل، من اي شيء، فهي everything حتى الكيتشن سينك. طيب هلا نحن ليش نحن بحاجه للكلاود؟ او يعني شو بيلزمنا يعني او يعني شو انا حتقدم لي هي الكلاود؟ شو حاستفاد منه؟ او خلينا قبل بس نحكي عن النقطه انه انا شو اللي يلزمني لحتى ساوي عندي كلاود؟ يعني هي الغيمه منين اجت او شو لازمني اساوي؟ بيلزمني اول شيء بيرسونال كمبيوتر، اي لابتوب عادي من امكانات متوسطه، مو شرط تكون هذاك الكمبيوتر الخارق، اي كمبيوتر بسيط مش حاله. بيلزمني كمان اي نظام تشغيلي، ويندوز، ماك، او اي لينوكس، اي توزيعات مش حاله. كمان بيلزمني متصفح انترنت، شو ما كان فايرفوكس، كروم، سفاري. بيلزمني كمان اتصال على الانترنت. هلا صار عندي انا
كمبيوتر عليه نظام تشغيلي عليه متصفح دي تصل بالإنترنت. وآخر نقطة اللي تلزمني هو مين يقدم لي هي الخدمة البروفايدر لخدمة كلاود كمبيوتر. نحن نحكي اللي هي الكلاود كومبيوتينج لها كثير فوائد ومزايا، نحن ما حنذكر بعضها ما حنذكر كلها، حنذكر كم واحدة بس. هلا احد احلى مزايا الكلاود كومبيوتينج اكسس فايل انيوير ان ذا وورلد، يعني انا ملفاتي مثلا موجودة عندي بالبيت رفعتها على الانترنت صار بقدر من اي مكان ان كان بالكابينت او بالجامعة او بالشغل او 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 فانا مالي بعازف اني احمل هي الفلاشه دائما معي وين ما رحت وين ما جيت. ميزه ثانيه انه انا شو ما كان نظام التشغيل عندي فانا ما عندي اي مشكله، لان كلاود كومبيوتينج يعني البرامج او التطبيقات اللي حاستخدمها ما حتكون عندي انا، رح تكون عندي اللي عم يقدم لي اياها، انا مجرد مستخدم مستفاد منه. شغله كمان احد الميزات حلوة فيها انه انا مثلا عندي ملف او اي شيء انا مساوي بدي شاركه مع رفقاتي، فانا الفلاشة مثلا ممكن اعطيها 2 3 5 10 20 ممكن ارفع على المنتدى او على اي موقع على الانترنت ازداد العدد صار 500 200 500، وبعدين انا بدي اوصل للعالم لبرا. هي انه شارينج ويز انليميتد نمبر اوف يوزر، متى ما صار ملفاتي على الانترنت صار ممكن اشاركها مع اي حدا على الانترنت. في نقطه ثانيه انه هلا انا الملفات عندي رفعتها على الانترنت فانا صار فيني استفاد من محل عندي على الهارد، فانا ما في داعي مثلا احجز عندي جيجايات عندي على الهارد او ما بيلزمني يكون عندي هارد مثلا تيرا او كذا، ممكن انا هذا الحكي كله يكون على الانترنت وبوفر عندي مساحه امور ثانيه. في كمان مزايا ثانيه مثل انه كتكلفه، يعني هلا نحن وقت نشوف هلا هنشوف قديش يعني الامر كثير ممتع وشغله كثير مريحه. هلا ليش صارت الكلاود كومبيوتينج، يعني ليش الانظار هيك عم تلتفت لها؟ كثير بنسمع مثلا كلاود كومبيوتينج بالاوساط العلميه انه كان مثل ما ذكر محمد انه الاساتذه عم يقولوا لنا وكذا، يعني ليش هالضجه خليها عليهم؟ هلا الكلاود كومبيوتينج إذا بدي أفكر هلا أنا مثلا بسالي مشروع معين، فأنا أول شيء بفكر فيه على شو بدي أشتغله، شو الإمكانات المتوفرة عندي. أنا مثلا هاردي 500 جيجا مثلا، فأنا بدي أضبط برنامجي بحيث الموارد المحدودة عندي. أنا معالجي مثلا كورت ديو، فبدي أضبط برنامجي بحيث يكون محصور بالموارد اللي عندي. أما عن طريق كلاود كومبيوتينج ففي عندنا unlimited storage، unlimited processing، unlimited كل شيء مفتوح، فانا قد ما بدي استهلك، يعني ما يعني صار انه بدي صار تطبيق جديد ما عاد احسب حساب انه ما عاد يقدين موارد صار عندي نقص بالموارد وهالقصص، فصار فكر بطريقه جديده. في نقطه ثانيه كمان هي البي از يو جو، يعني مثلا انا بدي انتقل من مكان لمكان، فانا فيني مثلا روح اشتري سياره خصوصي عشان انتقل من هون لهون، بينما انا اوفر لي يعني لا انا ليش ما اركب تاكسي قديش يطلع على الدور بدفع. هي الفكره ببساطه، انا عندي مثلا بدي اكتب مقاله، فانا حالي نظامي بدي اروح اشتري الاوفيس يدفع مدري كم الف وبعدين ينزل الاوفيس واقعد اشتغل فيه، يمكن انا استخدمه مره او مرتين، فانا اضطريت لاني ادفع سعر البرنامج كامل، بينما عن طريق الكلاود كومبيوتينج قد ما بيشتغل بدفع قد ما بيشتغل بدفع. النقطة الثانية إنه أنا مثلاً اشتريت هذا البرنامج بعد فترة نزل إصدار جديد أو صار في تحديثات، فأنا بدي أضطر بقى روح أمن هالتحديثات اشتري برنامج جديد لحتى أقدر أتابع العمل، بينما بالكلاود كومبيوتينج اللي بيقدم لي الخدمة هو اللي مسؤول عن هالقصص، أنا بريح بالي من المشاكل، فهو اللي حيعمل لي أبديت، هو اللي حيعالج قضايا اللي تتعلق قضايا التكنيكال المتعلقة بالبرامج. في نقطة مهمة كمان هي شغلة البيئة، شو دخل البيئة؟ هلا وكون أنا مثلا شركة صغيرة بدي أشتغل شغل معين، فرحت جبت سيرفرات وتكييف
وهالقصص والمعدات اللازمة لشغلي اجت، مع ان انا بجوز ما استخدم 100% منها، بجوز استخدم 25% مثلا. اجت شركة تانية بدها تشتغل فنفس المبدأ ساوي، هذا الشيء كله بيلوث الجو. انا يكون عندي مراكز كثيرة بيلوث الجو، بينما عن طريق كلاود كومبيوتينج فتكون الامور السيرفرات كلها مراعاية شروط وبيئية وهالقصص. حسب احصائية الكلاود كومبيوتينج سيف 85% من 85 مليون من CO2 سنويا عن طريق الكلاود كومبيوتينج. انا حوصل يعني ما حينتج 85 مليون يعني فكتير. You have big ideas to streamline your business and drive sales through the roof. But to get there, your ideas need business apps. And business apps have always been too expensive, especially in times like these. Behind each one is a world of complexity. They need a data center with office space, power, cooling, bandwidth, networks, servers, and storage. A complicated software stack, and a team of experts to install, configure, and run them. You need development, testing, staging, production, and failover environments. And when there's a problem, good luck. You call technical support, and they don't know, so they blame someone else. Oh, and when new versions come out, you would upgrade, but that might bring the whole system down. Now, this is for one app. When you multiply these headaches across dozens or hundreds of apps, it's easy to see why the biggest companies with the best IT departments aren't getting the apps they need. Small businesses don't have a chance. Cloud computing is a better way to run your business. Instead of running your apps yourself, they run on a shared data center. You just plug in, like a utility. This makes it fast to get started, and it costs less. It's like Gmail compared to Microsoft Exchange. With Gmail, do you need servers and storage? No. Do you need a technical team to keep it up and running? No. Do you have to do upgrades? No. When you use any app that runs in the cloud, you just log in, customize it, and start using it. That's the power of cloud computing. This model is so much better, it's changing the way we think about software. Not just for consumer apps, it's also being used for business apps. We call this enterprise cloud computing. Businesses are running all kinds of apps in the cloud these days, including custom-built apps. Why? Because you can be up and running in a few days, which is unheard of with traditional business software. They cost less because you don't need to pay for all the people, products, and facilities to run them. And it turns out, they're more scalable, more secure, and are more reliable than the vast majority of apps out there. Here's why. They're based on an architecture called multi-tenancy. With a multi-tenant app, there isn't a copy of the app for each business that's using it. It's one app that everyone shares. But it's flexible enough for everyone to customize for their specific needs. It's like a giant office building where everyone shares the infrastructure and services, like security. Yet each business can customize their own office space. This means apps are elastic. They can scale up to tens of thousands of users or down to only a few. Upgrades are taken care of for you, so your apps get security and performance enhancements and new features automatically. Now, the way you pay for cloud apps is also different. Forget about buying servers and software. When your apps run in the cloud, you don't buy anything at all. It's all rolled up into a predictable monthly subscription, so you only pay for what you use. Finally, cloud apps don't eat up your valuable IT resources, so your CFO will love it. And you can focus on projects that really impact the business, like deploying more apps. Cloud computing is a simple idea, but it can have a huge impact on your bottom line. For more information, go to salesforce.com/cloudcomputing. مثل ما لاحظتوا في التعليق البسيط انه واحد كان عنده شركة هو كان سيرفرات وهالقصص، فصار في عنده خلل فني هو اضطر يوقف شغله لحتى يروح يتصل بأهداف اللي كان يجي يساوي له الخلل يعني شغلة لفة. بينما عن طريق كلاود كومبيوتينج أنا بريح بالي من هي القصص، في مين هو المسؤول عنها، أنا بس يهمني استخدم الخدمة ويكون تركيزي على إنه أنا شو لازم أطور بمشروعي ببرنامجي اللي أنا عم بشتغله. خلينا نحكي عن أنواع الخدمات اللي بتقدمنا إياها كلاود كومبيوتينج. طبعا هي بعض الشركات اللي بتشتغل بموضوع الكلاود. هلا اشهر الخدمه او
هذول يسمونه طبقات كلاود كومبيوتينج هي الـ IaaS الـ SaaS الـ PaaS. للـ IaaS إنه أمن لي البنية التحتية كخدمة، فأنا مثلاً بدي أسوي شركة أو بزنس معين، فأنا ماني مضطر أدفع حق الهاردوير الغالي لحتى نسوي الشركة، وهذا الهاردوير بدفع أمور تقنية، أمور كفاتير، مشاكل هالقصص، بينما infrastructure as a service هي اللي بتأمن لي هي القضية. هلأ النوع الثاني هو الـ SaaS software as a service، مثل ما حكينا من شوي، مثلا انا بدي اشتري بدي اشتغل مثلا بحرر صوره معينه، فانا مضطر اشتري الفوتوشوب واقعد انزله عندي وعلى مشاكل بقى التنزيل ومساحه وهالقصص. بينما الكلاود كومبيوتينج انا مالي بحاجه اني اقعد انزل البرنامج على جهازي الشخصي، في مين هو المسؤول عن هالقصه، انا بس بدي اني افتح البرنامج واقعد اشتغل. هلا احد كمان الامور الثانيه انه البرنامج يكون هو نازل على سيرفرات، بالتالي انا مثلا جهازي كورتيزيو ممكن ما يشغل مثلا كوبي بي اس 5 ويعمل لي مشاكل، بينما بالعاده شريك كان طريق كلاود كومبيوتينج البرنامج بيكون نازل على سيرفرات امكاناتها بتكون هائله، ف الاداء بيكون عالي جدا. الامر الثاني هو شغله التسعير، مثل ما هلا ذكرنا من شوي انه انا ما لي بحاجه اروح اشتري ادفع حق البرنامج كاميا اذا بدي استخدمه خمس دقائق مثلا او شيء بسيط. هلا طبعا انا ماني بحاجه بس اطلب واشتغل انه حتى بدي اشتغل كذا، بس حتى اطلب سكر البرنامج واقعد افتحه من جديد ومدري شو، البرنامج دائما شغال. اهلا وسهلا. اوكي. الامر الثاني شغله الصيانه، هذا البرنامج بعد فتره صار لازم تحديث، صار لازم تطوير كذا، في شغلات هنا المسؤولين عنها. EAS Platform as a Service هي حل وسط، إن أنا ما بدي يعني ما بدي أدنى مستوى من أدنى لير من الكلاود ولا أعلى طبقة، أنا مطور أنا بدي أسوي برامج يعني أنا أفصل شيء على كيفي، فالبلاتفورم هي المنصة حتى أسوي عليها التطبيقات اللي بدي إياها وعلى كيفي ومن أكل. هلا طبعا مو بس هدول الخدمات المتاحه، في خدمات ثانيه، او بس قبل ما نشوف خدمات ثانيه اذا بدنا نشوف كاهتمام الساس هو بيستخدمه الاخر انه الاند يوزر، انه انا ما بيهمني يكون عندي منصه لحتى كذا، انا بس بيهمني اني استخدم برنامج معين، فالاند يوزر هو اللي بيستخدم الساس، اما اللي مطورين وبيهتموا بالامور هن بيستخدموا البي اي اس، اما اللي بيهمهم يعني التعامل مع الهاردوير والقصص انا بدي جول بالسيارة بدي جول لا هون هون كده لا دنيا لا هنا هيك شوية أمثلة مثل جيميل جوجل دوكس هن يعتبروا من السيلز لأنه هن بس كتطبيقات شيء واقعي. هلا شوي ثاني رح نشوف الكلاود والويندوز ازور، رح نشوف احنا الكلاود والجوجل اب انجن وهدول هن من طبقه البلاتفورم، وفي مثل امازون وهدول بيأمنوا لي الاي اي اس. هلا طبعا مو بس هدول الخدمات، في خدمات ثانيه مثل ساس ثانيه ستورج از ا سيرفيس مثل دروب بوكس، فانا في يعني انه بيقدم لي مساحة كخدمة، مثل ما هلا حكينا من شوي، فأنا ملفاتي برفعها على الإنترنت وصار منين ما بدي بقدر أوصل له. خدمة ثانية Communications as a Service CAS، Network as a Service، Monitoring as a Service إنه بيقدم لي خدمات إغراق مثلا على ملفات برنامج كذا هي. هلا لاحظوا صاروا كتار، فبالتالي من هون نشأ مصطلح اسمه ZAS. كيف نقول نحن إنه سين كمدري شو، بس الشيء إكس as a Service يعني نحن شو ما بدنا صار ممكن تكون سيرفيس عن طريق الكلاود، فانت كيف عندك كل حروف الكيبورد فانت تلاقي اي شيء كلاود. هي كمان احد انواع بعض انواع الزاس، كان ديسكتوب از سيرفيس كان بروسيس. طيب نحكي هلا عن كمان هيك
كتصنيفات. طبعا كل هدول انا بقدر اوصل لهم من اي مكان بدي اياه، كان تابلت كان ديسكتوب كان لابتوب كان ايفون، حسب شو انا بدي كل امور متوفره. هلا انا عندي مثلا البرامج اللي عندي على الجهاز، في عندي البرامج اللي هي اللي على الكلاود، انا شو يعني بالاحرى شو مشان البرامج اللي صارت هنيك على الكلاود، شو وضعها، شو بتتميز هنيك؟ تحديثات تلقائيه، فانا بالعاده كل فتره بدي اقعد اعمل تحديثات للبرامج اللي عندي وشو، بينما هن اللي امنوا لي هي الناحيه. مثل ما حكينا انه انا عندي جهاز بستخدم انا موارد سيرفر وليس موارد جهاز، فبالتالي هذا الشيء بيكون افضل. شغله ناحيه ثانيه هي الامان كسكيورتي، هن مسؤولين بما انه في عندنا تحديثات تلقائيه في الفتره، فبالتالي كل شيء بجز كل شيء كذا هن لحالهم يعني تكون محلوله بشكل طبيعي. انا وقت يكون مثلا البرنامج نازل عند كلاود، فانا مالي حاجه اني احجز مثلا مساحات كبيره عندي على الهارد. الشغله الثانيه انه انا لو كان جهازي موارده قليله، فهذا الشيء لا يعني اني بقدر استخدم احدث البرامج واكثر البرامج تطورا. الكلاود هي اللي بتوفر لي هذا الشيء. طيب هلا شو انواع الغيوم او شو انواع الكلاود؟ كلاود كومبيوتينج مو الغيوم. هلا اول نوع هو البرايفت كلاود. كيف يعني؟ انا عندي شركتي الخاصه فيي، فانا ما بدي الخدمات اللي اقدمها يشوفها غيري، ما بديها تكون اكسسبل من عند غيري. فانا كشركه بقدر اسوي كلاود خاصه فيني، وبتكون ما ممكن الوصول الى الا عن طريق الاجهزه اللي بقلب شركتي. النوع الثاني هي الببليك كلاود، على عكس هذيك انه متاحه من قبل الجميع، مثلا مثل جوجل دوكس، انه اي واحد بالعالم بيقدر يستخدم الميزات تبع جوجل دوكس، اي واحد بالعالم بيقدر يستخدم مثلا الزوهو. هلا شوي ثاني نشوفه كلاود والتطبيقات الثانية. في عندنا شيء اسمه الكوميونيتي كلاود، المجتمع الكلاودي مو عارف. انه انا عندي مثلا هي شركتي، في شركة ثانية ثالثة رابعة، نحن هيك بين بعض بدنا نساوي كلاود خاصة فينا، فتسمى هاي انه كوميونيتي كلاود. في هايبرد كلاود، انه انا مثلا برايفت كلاود بس بدي استفيد من كلاود تانية كانت بابليك او غيرها، هذا الشيء بيأمن لي هايبرد كلاود. هاي صورة هيك انه انا عندي هون شركة مثلا صغيرة هي برايفت كلاود، كان عندي بابليك كلاود، هايبرد هي. خلينا هيك نشوف شوية تطبيقات عملية. خلينا نشوف في جوجل دوكس ان شاء مثلا انا بدي انشئ ملف وورد ببساطه. كده شوي حاجه لا مثلا هون بدي انشئ، شو بدي انا ملف وورد باوربوينت جدول فينجر الوورد، هذا الحكي كله على الانترنت. هي إذا تلاحظوا نفس الموجودة على الوورد بالتفاصيل، بدي أغير لون الخط يعني مثل تقريبا نفس إمكانيات الوورد العادي، صفحات كذا طباعة. شو بدي إياه؟ بدي أحط صورة، بدي أحط جدول، بدي أي شيء ثاني، خطوط. بس لحتى خلصنا لاحظوا إنه أنا عم بشتغل لحالي، حفظ اللي بدي إياه ببساطة، بقدر
عملوا مشاركة صار مين ما كان بيقدر يشوفه. هذا الملف تبعنا. هلا لاحظوا مثلا في ملفات تحت مثلا مثل هون ملف باور بوينت انا مساويهم عندي من البيت. انا ببساطه بقدر افتحهم هون تعالوا شوف شوف لهم. شريحة ثانية بقدر اشتغل فيه نفس نفس الشيء مثلا بدي اشكال بدي كل شيء. طبعا هذا اللي بيشتغل هلا صار مين ما كان بقدر افوت منه. هي هون كورد. طب شو مشان البرامج الثانية؟ في محرر صوتيات او خلينا قبل نشوف في مشروع اسمه بيكستر. هذا شبيه بالفوتوشوب طبعا مو نفس الامكانات بس يعني هلا بتشوفوه. طبعا جوجل دوكس في شو ما بدي مثلا اكسل وورد كل هي مثلا نجرب نعمل سوا. مين شاغل بالورد قبل او مين بالفوتوشوب قبل هلا مثلا؟ مين مو شاغل؟ هون بدنا مثلا نجرب نفتح شي صور. هي بتحدد اللون الأزرق هي تعدي على المصلح الأزرق أي شيء بس هي ثلاثة كمان بتلاحظوا تقريبا فيك تقول فوتوشوب كامل تشتغل فيه على الانترنت. طبعا يعني ما لك حاجه تنزل تعريف. ثاني فين صار عربي؟ بس ما في داعي تروح تجيب مثلا 200 ميجا تقعد انت. طيب هلا نفس المبدا بدي احفظه انا فيني احفظه على المكتبه تبعي عندهم. انت تجي حساب ترسمي حساب تريد تشتغل وانت تجزي حساب هلا حفظت نفس المبدا فيني كمل الشغل بالبيت هون ليرا كمان يعني ما تتجاوب هي الهيستوري كمان. نشوف برنامج ثالث هو طبعا انا عم اشتغل على كروم او اس على كروميوم صفحه كروم والكروم هو بحد ذاته احد الشغلات. هلا لاحظوا مثلا شايفين هي التطبيقات اللي منزلها هون هدول من يومين اضطريت فرمت الجهاز فانا ماني بحاجه غير اني نزلت كروم عملت ساين ان تركت ربع ساعه كان كل شيء تطبيقات بدي اياها عندي اياها. فانا قديش يعني الواحد بيرتاح انه لانه ما في داعي اقعد اتذكر هذا بدي اياه هذا ما بدي اياه كل شيء بتلاقيه موجود. خلينا نشوف مثلا كلاودو Thank you.
المرة ما بدي بروكسي بالعكس بسهولة انت فيك يعني ما بتكلفك شيء غير انك تسجل ثواني كلاودو تدليل كلاودو اللي هو حاليا كلاودو مين منكم شايف؟ مين منكم شايف؟ نظام تشغيل بهذا الشكل؟ نعم مين ما ورجتنا؟ كان بدي اكتب وورد بدي مثلاً RSV.com هي لا خصوصاً لجماعة لينوكس كنتوا قدروا مني بشكل نفلي ما وصلت له. هلا كم برامج هاتكم؟ ويب براوزر. وين؟ تابع عودي دكتور توكم. زين لاحظوا أنا وين أنا قاعد أنا بقلب كروم. كل هذا الشغل بس عامل كروم كبير على الشاشة. أنا بشتغل نظام. هذا جواك براوزر؟ لكن وين؟ لاحظوا مثلا هي خصائص ابداع انا ما لي حاجه غير ثانيتين لحتى احمل لي اياهم على الانترنت واشتغل طبعا اعداداتي محفوظه عنده يعني فانا يعني هلا هون انشات سويت شغل كذا كله موجود نيم ما صار بدك تفوت عليه دفع عنده عنه شنو قلت لي شو بمشي حالي على فكره هو بس بظن اول مره بس بلفك بعدين ثاني مره عادي هلا انا شايفين هذا الشغل اللي اشتغلته كنت بواصل على الانترنت بعدين قطع الاتصال وكملت عم اشتغل عادي بس ودي اطلب شغله ما لي فاتحه قبل المره على جهازي وقت بدي احمل من جديد فكانه محفوظين على الكاش او تمام شايفين مثلا هذا المجلد هتساوي تبع من الفيل طبعا فوق فهي بدي انشئ ملف وورد مثلا ما في اثنين هذا بس وعادي بشتغل يعني خلص ما في داعي حتى يعني يكون عندي مثلا احدث نسخه من الويندوز هي كمان الروت لجماعة اللينوكس كمان جماعة الماك إلهم دوا هون بس تروح على الديسبلاي سيتينج بس ليش هم بيصلوا على جماعة اللينوكس؟ سواني بس شو بدك يا؟ ماك هي ماك ديك؟ لا سيما طبال وصل كمان يعني أنا ونسخة في ويندوز بتاعك خلص شو بدك؟ شلون؟ العطا تيمز هاي؟ ايه مسكين تلفونات كمان حتى إذا بتلاحظوا مثلا بدي برنامج يعني أنا البرامج اللي جوا ممكن تفيدني فبكل بساطة بقدر أروح على ابلكيشن مانجر ايه مثل ال كان اسمه لينوكس سوفتوير مانجر شو بدي مثلا بدي رسام نزل وخلص
نزل طبعا مو عندي نزل يعني ثلاث سنين لك انت عم تحكي عن امكانات سيرفر يعني هو هيك شغله يعني عنده اياها لكن بدي مثلا بدي جادجت او دول وين يا جماعه السبعين بدي ساوند شو بيلزم هسه هذا على السيرفر نعم هذا يعني لا عنده ليه هدول الرامات هدول 175 انا مستجيبهم حلو يعني هذا كمان شغل على السيرفرات طبعا يعني فانا هون عمليات المعالجه والقصص كلها عنده انا ما لي بعزه يعني مثل ما هلا ذكرنا انه انا ما في داعي يكون عندي هذاك الكمبيوتر الخارج بقدر اسوي شو ما بدي انا بقدر اسوي شو ما بدي من دون اي شيء شايفين قديش ببساطة الشغلة؟ ما يعني ولا بعزل حالي طبعا كمان مثلك المهزوفات يعني شو ما دك لا في فبيل خير حتى هون حتى هون مثلا انه بستخدم هذا النظام مثلا انا ما في حد شاف خطا ما يحضر كيف كان عندهم تمام هلا هي القضايا هلا احنا نناقشها بس لحتى قصص الخصوصيه قصص الامان والسوقيه القصص هلا حنشوف شو وراء هذا كله مجاني الكلاود اي مجاني حتى في اوبن سورس كمان بس شوي ثاني حنحكيها تمام هيك تمام جماعة الأوبن سورس كمان حاليا هي القضية اللي في مشاريع كاملة أوبن سورس مشان إنك أنت تشتغل تبرمج تساوي اللي بدك بس اللي عنده الماضي بيخلوه هي بقى حسب الشركة اللي عم تقدم لك هي خدمة تمام يعني شو بدك كمان احد اي او اس هو نفس النظام التشغيل بس اوبن سورس ما بتلاحظ انت بتشتغل على غيمي غيمي منين ما بتقدر توصل مثلا سواء على وورد او على فوتوشوب وما عندي هذا الشيء فيه احفظ هلا النسخه مثلا على جهازي انا شوف هي هذا الملف مثلا انا بدي اياه تمام يعني مستوى ملف خاص تمام طب الحفظ عندي على الجهاز طب في حال انا بدي اعدل عليه مثلا ما فيني معقول انا اوقف شغلي لحتى لا بتعدل عليه بس لحتى يصير في انترنت كيف بدي اعدل عليه اذا هو الابلكيشن ما له نزل عندي على الجهاز مثلا شايفين هون في لون ليه خليني اشغله تنزيل بتنسيق BBTX وكمل فيها الباور بوينت العادي اللي انا بدي بس لحتى اخلص شغل صار في انترنت برجع برفعه وكمل عادي هي BBTX يعني يرجع باور بوينت ثاني يعني عادي اوف لاين هذا بفيدنا كيف بسوي
هذا هو الشمس جزء بالدروكسي اللي هي شوية تطبيقات في كمان يعني مو انه مثلا واحد اثنين كثير يعني نشوف هذا كمان محرر صور نفس المبدأ في كمان كمان محرر صوت في الأدب إيديشن بلج مع مراعاة المقارنة بالأدب كمان في نحرر صوت على من البراوزر محرر الفيديو كمان في IDE شو هو؟ جي كابت جي اي واي طبعا احنا في عنا مثل ما ذكرت الان في عنا بعض المشاكل مثلا بالنسبه للكلاود كومبيوتينج يعني ما في شيء ما بيخلى من بعض الامور احد اهم الامور هي الخصوصيه طب انا ماشي هلا هي الملفات اللي عندي رحت رفعتها على الانترنت طب انا شو الضمان هي الملفات ما تستخدم باغراض ثانيه أنا رفعت ملفاتي وكل أموري شو الضمان مثلاً يصير إحصائيات تنبنى عليها تستخدم أغراض شو معنى ثاني القصص هاي الشغلات كلها أنا ما بقدر أضمنها إلا بقى مثلاً الشركة بقى اللي عم بتعامل معها أنا ما لي عرفان شو عم يصير ورا الجدار يعني أنا عم بعطيهم ملفاتي بس شو وين عم تنحط ما بعرف شو عم يتساوي فيها ما بعرف فهي أحد أهم المشاكل هلا إيش جماعة الأوبن سورس من كل عايز اسئله القرص ما نصير الا يتدخلوا حلوا لنا هي المشكله شو قالوا طب ماشي احنا بدل ما نستخدم البرامج المغلقه المصدر رح نساوي احنا منصات اوبن سورس نعرف شو عم يصير بالصندوق الاسود فيها يعني احنا نعرف شو عم يصير بالملفات شو عم يصير فيها طيب هلا هي اوبن سورس في عندنا تطبيق عدد تطبيقات مثل هذا التطبيق الأول بيأمن لي منصة لحتى أبني عليها تطبيقاتي أو بالأحرى بنية لحتى أبني فوقها تطبيقات سحابية خاصة فيني في عنا مثلا مثل الأوبن ستاك هو عبارة عن مشروع كبير مشتركة فيه فوق 120 شركة كبيرة مثل HP وديل وجوجل على ما أذكر في مثلا هو مكتوب البايثون فأنا ببساطة بقدر حمله وساوي عندي السحابة الخاصة فيني بشركتي علما أني أنا صار بقدر أعرف شو عم يصير جوا شو عم يصير يعني ملخص الكلام إنه جماعة الأوبن سورس أمنوا لي إنه صار أنا بقدر ساوي الكلاود الخاصة فيني صار بقدر أعرف شو فيها كمان ناحية ثانية هي طبعا مو بس تطبيقات في كتير تطبيقات يعني هي أهمها مثل هذا الـ iOS بلاتفورم كمان على اوبن يعني سوايد الاوبن سورس ببساطه بقدر احمل الكود واشتغل فيه طبعا هذا النمبر موجود على جيت هاب يعني تقدر كمان تساهم بتطويره يعني كل شيء احد الامور الثانيه هي قصص السكيورتي هلا انا مثل الصوره اني انا عم احط باسوردي على الغيمه وما لي عرفان وين عم تروح عم يصير بغض النظر عن الباسورد فرض انا ملفاتي رفعتهم على السيرفر او اللي بيأمن لي البروفايدر اللي بيأمن لي خدمه الكلاود فانا ما لي عرفان شو يعني وين عم تروح شو عم يصير هذا الشيء كله انا ما بعرفه في عندنا كذا ناحيه من ناحيه سكيورتي انا لحتى اعطي ملفاتي مثلا لهي الشركه على الطريق طب ما في مين عم ما في تجسس ما في سنابينج ما في يعني انا بحط باسورد هي باسورد اذا حدا مثلا في عارفه بما انه منين ما كان بقدر اوصل فصار بقدر اوصل للملفات صار خلص بقدر ياخذ كل شيء عندي الناحيه الثانيه بالمقابل بالنسبه للبروفايدر طب بركي مثلا واحد او واحد من الشركات الكبيره اخترقت هل هذا يعني تدمير
داتا تبع ملايين العالم؟ يعني هي كلها اسئله مطروحه لهلا ما قدروا يعني يضبطوا 100% موضوع السكيورتي. هلا في كمان امور ثانيه انه مثلا الكلاود كومبيوتينج والصيف شو وضعه؟ ما في غيوم. طيب هلا خلينا نشوف شويه احصائيات. هلا انه السنه الماضيه اذا بتتذكروا باوروبا صار في عواصف ثلجيه ونحكي مثل عم تصير عندنا امبارح. ماري كملت معي هو الغيوم وبالردج. فأحد الإحصائيات بتقول إنه الثلج سبب بأضرار 73% من الشركات بأوروبا. بس حوالي أقل من النص قدروا يوصلوا لشغلهم عن طريق إنه عن بعد روماتلي كذا. بينما عن طريق الكلاود كومبيوتينج فإن هي المشاكل كلها أيضا من بالك. أنا من بيتي بقدر أشتغل بقدر برمج بقدر أسوي شو ما بدي. إحصائية ثانية بتقول يعني إذا بدنا نطلع من ناحية تجارية الاستثمارات اللي عن طريق الكلاود من بحتى ارتفع من 40 تريليون دولار ل 240 هذا الحكي سنة 2020 استقرار ما بعرف. طيب إحصائية ثانية بتقول إنه 58 الشركات إنه لو استخدموا الكلاود كومبيوتينج حسوا إنه صار بيقدر يتحكموا بالداتا تبعهم أكثر بأريحية أكثر بمرونة عالية. قولي هلا هون كمان عم قلك إنه أنا كشركة صغيرة فأنا ما في داعي أرصد بقى مبالغ للسيرفرات اللي بشتريها للبرامج اللي بشتريها. فأنا قد ما بدي بستهلك يعني بتحقق اللي بدي إياه. أنا ماني بحاجة يكون عندي هالإمكانات العالية. فهذا الحكي بيوفر لي 90% من إذا بدنا نسميه إنه رأس المال. إنه أنا ما لي بعزت إنه اللي بدي إياه. ناحية تانية إنه أنا بتكون عند السيرفرات مو عندي فأنا ما في داعي مثل العادة إنه يلا بدي ساير مؤسسة يلا بدنا مكان نحط فيه سيرفرات ونجهزه كذا بينه ومكتب وموظفين وما أعرف شو بينه عن طريق الكلاود كومبيوتينج سيرفرات موجودة في الغيمة. أنا بشتغل شغلي برفع على الغيمة من مكان بقدر أوصل له. هي كمان إحصائية تانية هو الحاجة. طبعا نركز على نقطة إن الكلاود كومبيوتينج منين ما كان بيقدر يوصل له اللابتوب أي جهاز من يعني شغلة كتير مفتوحة. طبعا يعني حسب مو شايفين إنه هي حسب النسب إنه يعني كان من ناحية البيئة 85 مليون ثاني أكسيد الكربون حيتوفر عند استخدام كلاود كومبيوتينج. أو كان وفرت عندي مساحة وفرت عندي حجوم ما في داعي يكون عندي الموارد الخارقة حتى أشتغل. هي الميزات كلها يعني أكيد حد خلي الشركات بقى الجديدة حتى تطلع أنه منيح ما أنت شغلة منيحة فحيزداد انتشاره يعني بشكل واسع وهيك يعني متوقع حسب إن كان حسب إحصائيات ولا حسب رأيي الشخصي. لا زين اللي بحب الدقة العلمية يعني كل سلايد من جبت المصدر تبعه شوفوا وش رأيكم إن شاء الله يجيكم. أعتقد حيكون متوفر بالسلايد طبعا أكيد بحشوفون هلا على الورق. طيب ميزة أول مرة أعطيه سميحة تمام. طيب هلا وجي ذكي مجموعة من المهتمين بالتقنيات التعاونية. هي التقنيات اللي بتسهل التعاون بشر مع بعض. الاتجاه الجديد التكنولوجيا هو اتجاه تطوير تقنيات تفيدني أشياء كبيرة من الجهود الصغيرة للأفراد كل العالم. هلا منها الويكي اللي جاي منها الاسم ما شوف عندنا مجموعة هي بس مجاز هي يعملوها برا كيف فكرة حلوة فمثلا نحاول نطبقها نشوف تطبيقاتها بكل شيء. وعلى اساسها كان جيت هاب في عندنا كثير تطبيقات تشارك فيها كان نقول تشارك بشريه كذا من انتاج انتاجات كبيره. شو العلاقه كانت بحضرتكم اليوم بالكولابوريشن؟ صراحه الكلاود كومبيوتينج كثير كان كثير بتسهل الامور على الكولابوريتيف ابس. مثل مثلا في عندنا تطبيق اسمه كلاود 9. هذا كلاود 9 هو IDE لجافا سكريبت للسيرفرات.
فهذا خلينا نكتب الكود على الاي دي ار اون لاين ونظم فيها عمل الافراد بعثنا كلها مثلا الفريق ممكن يكون بقى على غير محدود من العالم شاركوا معنا بالبروجيكت وذول المهام حتى ممكن نعمل مثلا كومبايل على السيرفر بحد ذاته ما في داعي نصب عندي انا مثلا السيرفر مثلا روبي ما في داعي نصب عندي روبي نصب عندهم خلاص اوتوماتيكيا يعني كل العالم كل افراد الفريق عنده الادوات نفس الموحدة فكتير الكلاود كومبيوتينج يسهل الكولابوريشن بين الناس هلا ما بعرف الراوت بعيدنا عنا wikidiki.net هذا موقع المجموعة ومجموعة هي جزء من مجموعة ويكيلوجيا هي مجموعة تحتوينا نوعا ما وفي wikidiki.net slash questions sorry questions.wikidiki.net عشان في موقع الأسئلة والأجوبة حول المحاضرات العطاء وحول أي تبنية كولابوريتيف